الأخبار اليومية 5/8/2024. إيران بتتوعد برد قاسي، ومصادر متعددة قالت إن الهجوم الإيراني ممكن يبدأ خلال 24 ساعة، وبقالنا كتير بنسمع الجملة دي. مع احتمال مشاركة حزب الله والحوثيين، الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع لبنان. في غزة وصل عدد الشهداء ل54 نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، والبنية التحتية اتضررت بشكل كبير مع نقص الوقود والمستلزمات الطبية اللي لسه مكمل معانا لغاية دلوقتي. نتنياهو بيعقد مشاورات أمنية مكثفة وسط ضغوط أمريكية للتوصل لوقف إطلاق النار، في توقعات بتصعيد متزامن من كل الجهات مع تحذيرات دولية من خطورة التصعيد. كمان نتنياهو أضاف شرط جديد للمفاوضات، إيه الشرط بقى؟ نفي 150 أسير للخارج. في لبنان، إسرائيل تعرضت لهجمات بالطائرات المسيرة من جنوب لبنان، والمناطق الحدودية شهدت تحركات عسكرية كبيرة. استشهدت الأسيرة المحررة وفاء جرار في جنين، متأثرة بإصاباتها الخطيرة اللي تعرضت ليها خلال اعتقالها قبل شهرين، واللي وصلت لبتر في الساقين لأعلى الركبة. وزير المالية الإسرائيلي سموتريش أعلن عن مصادرة 100 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية لتعويض إسرائيليين، ودعا لاستيطان غزة، وقال إن المجزرة ما كانتش هتحصل لو كان الاستيطان في غزة موجود. الشيطان قام يسقف لك وبيتعلم منك يا سموتريتش.